الكاسه مره اخرى بعد انتهاء المباراه وفوز النادي الاهلي بثلاث اشواط مقابل شوط نادي الزمالك، اداء اكثر من رائع يقرب النادي الاهلي كثيرا من البطوله. وبعد المباراه يعني معنا بطل اللقاء النهارده كابتن محمد مصلحي مدير فني النادي الاهلي. كابتن محمد يعني الف مبروك الفوز في البدايه، كان اول شوط اختبرتوا صبرنا وثقتكم فيكم، لكن كنا كلنا ثقه فيكم ان شاء الله انكم هتحققوا المكسب، واعتقد الثلاث اشواط التانيين كانوا مثال وبرهان ان النادي الاهلي حقق الفوز بالبطوله. والله بسم الله الرحمن الحمد لله. طبعا احب بس اقول ان احنا في البدايه لسه ما حسمناش الدوري، احنا لازم نكسب ماتش سموحه الجاي عشان يبقى حسمنا الدوري رسمي. الولاد كان عليهم وانا ضغط نفسي كبير جدا، الدوري بقى له 3 سنين غايب عن النادي الاهلي، وده مش طبيعي. لازم النادي الاهلي في الكره، في الفولي، في الكره الطايره، يعني حاجه كبيره جدا. فالولاد كانوا حاسين بدوت، حاسين ان فعلا في ضغط نفسي، ماتش زمالك برضو بطوله خاصه، فكان في ضغط نفسي في اول الماتش. الحمد لله قدروا يخرجوا من الضغط النفسي دوت في الثلاث جيمات اللي بعد كده، ويحسموا طبعا بمهاره البلوك، بس حتى قدروا يحسموا الثلاث اشواط. كابتن محمد، يمكن حضرتك ادارت اللقاء بشكل اكثر من رائع، شايفك بتتكلم كتير مع اللعيبه، يعني اتكلمت معاهم بعد انتهاء اول شوط بالخساره وقلت لهم ايه؟ والله قلت لهم ان لازم ننسى الشوط دوت، ولازم يبقى في تركيز على مفاتيح لعب نادي الزمالك متمثله طبعا في رضا او جبل وفريق ابو السعود. الفتره الجايه مخطط لها ازاي وشايف ازاي نقدر ان شاء الله بيبقى بنسبه 100% نحقق بطوله الدوري؟ والله ان شاء الله انا عندي تمرين بكره عادي خالص ان شاء الله، وعندي الاسبوع الجاي ماتشين، ماتش سموحه وماتش الجيش، وهمشي في اجراءاتي عادي خالص تدريب. انا ناسي افريقيا خالص، ما بفكرش فيها نهائي خالص نهائي، انا بفكر بس ازاي ان احنا نرجع الدوري للنادي الاهلي. كابتن محمد، انا بتمنى لك التوفيق في اللي جاي، وبنشكرك ونقول لك الف مبروك الفوز النهارده. شكرا شكرا. كابتن هيثم السعيد، العوده لحضرتك مره اخرى، وان شاء الله هنكون متواصلين في لقاءات ثانيه اخرى بعد فوز النادي الاهلي على الزمالك 3-1. زماننا محمد توفيق، شكرا جزيلا. ارجع لضيوفي في الاستوديو، كابتن ماجد معلش احنا